صباح الخير عليكم، وما ننسى موعدنا الأسبوعي كل ثلاثاء مع فقرة آفاق بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص. اليوم إن شاء الله بيكون معنا ضيفنا عبر الاتصال الخريج عبد الله بن محمد البلوشي، ونأخذ ونتعرف معاه على بعض التفاصيل وكيف تبدو مرحلة ما بعد التخرج، وكيف يكون استعداد الخريج في مرحلة البحث عن وظيفة وتجهيز السي في إلى آخره. أهلا وسهلا فيك عبد الله، صباح الخير. صباح النور أستاذ، صباحكم والله بالخير، شكرا على الاستضافة الجميلة. يا مرحبا وسهلا فيك يا عبد الله، كم صار لك متخرج تقريبا؟ حاليا متخرج سنة تقريبا 2021، لكن الحمد لله حصلنا على فرصة وظيفية، الحمد لله الحين دخلنا سوق العمل. الحمد لله. كيف كانت مرحلة ما بعد التخرج؟ إيش اللي عملته أول ما تخرجت؟ إيش اللي أنت عملته؟ أول شيء في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً الأشياء اللي عملتها ما بعد الدراسة استغل وقت فراغي. يعني أحياناً بعض الخريجين أو مثل ما يقولوا زملائنا الخريجين الوقت اللي يمر عليهم يعني مثل يقول هباء منثورة، لكن المفروض يكون العكس، كل ثانية تمر من وقتكم أنه لازم تستغل وقت فراغ بشتى أنواع، سواء أنك تستحضر الأشياء اللي درستها أثناء الجامعة، أو حتى تتعلم مهارات جديدة، أو حتى تطلع يعني تفكر في خارج الصندوق الحالي بالنسبة لك أنت كخريج، خاصة حين سوق العمل أو حتى الخريجين زادوا والباحثين عن عمل بين فترة وفترة يزداد. صح. لازم تخلى مثلا تعزز من قيمتك أنت كفرد أولا، وتزداد أيضا بالنسبة لحصولك على الفرصة الوظيفية. نعم. طيب إيش اللي أنت عملته؟ يعني إيش اللي تعلمته؟ إيش اللي مثلا خذيت كورسات؟ خذيت كيف استغليت وقتك يعني؟ بالبداية أنا طبعا طلعت لعدة تدريبات من جهات الحكومية والقطاع الخاص. هذا أول شيء عملته. ليش؟ لأن أساساً تخصصي هو هندسة القوى الكهربائية، محتاج مني المزيد من التعليم خاصة في هذا التخصص أو كل التخصصات فيها بحر من العلم، يعني ما يكتفي الشخص بالمعلومات أو النولج الموجود في الجامعة، ما يكتفي فيه، لأن أساساً ذاك جزء من البحر أو المحيط الموجود في ذاك التخصص. فقابلت مهندسين، أسأل كثير أكثر التخصص، أنا أي معلومة تمر عندي أو أي شيء يمر في بالي أسأل أستفسر كيف سويت منه، كيف أتعلم منه. حتى أيضا الأشياء اللي قمت فيها في استغلال وقتي، قدمت ورشات تعليمية في تخصص الكهرباء، سواء كانت خدمة مجتمعية أو في الجامعة بالنفس، والحمد لله إدارة الجامعة قدمت لنا بكافة التسهيلات في تقديم الورشات، سواء كانت خدمة مجتمعية وأيضا على مستوى الجامعة. هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية أيضا بالنسبة للحين، نقدر تقول الحين تطور العصر معنا، ممكن مجرد ضغط الزر أنت تحصل المعلومة اللي تريدها. صحيح. وأيضا مثل ما خبرت سابقا أنك استحضارك للمادة العلمية اللي درستها أنت سابقا، هذا وش يجعلك أنت فريد من نوعك حتى كباحث عن عمل. حتى لما تروح المقابلات، لما تجرى العملية المقابلات، اللغة مالك تكون على نفس المستوى أو تزداد، لأن بعض الباحثين عن عمل يعني من بعد تخرجهم يصير في نوع من الهبوط من ناحية اللغة، من ناحية المعلومات والنسيان وعدم الممارسة بين فترة وتلك. يعني هذه الأشياء اللي ممكن تعزز أنت كفرد أساسا في التقديم الوظيفي أو أصلا كمجتمع أنت في عالية اللي هو الحصول الوظيفة أو في استغلال وقتك في أثناء ما بعد الدراسة. أيضا حياة الخريج أو حياة الطالب الجامعي تختلف من عدة نواحي. أيضا أنت خروجك من المرحلة يعني الجامعية ودخولك إلى سوق العمل وبحث عن العمل، هاي هي من أصعب المراحل، يعني كيف تحدد مصيرك. ولكن مثل ما قلت سابقا، استغلال الوقت والتوكل على الله هو يعني هذا أسهل طريق تقدر أقوله في كل باحث عن عمل. ولكن في نقطة أخرى، بعض الباحثين عن عمل يقولوا أنا بحثت ودربت ودرست دخلت ورشات، لكن أول مرة بتفشل، بعد تفشل فيك إحباط حتى توصل لمرحلة الضيق لا سمح الله. الله يبعدنا عنكم وعن السامعين إن شاء الله. يعني هاي المرحلة عادية تقدر تقولي، ولكن مع استمرارك والفشل أنت راح تعمل خطة أكبر، والتفكير خارج الصندوق هذا أنت كيعمل أنت كفريد من نوعك. وسمحة وإن شاء الله عز وجل من النهاية إن شاء الله راح
تفتح لك نصيب النهاية بإذن الله تعالى. يعني هذه واحدة من المرحلات الحاسمة عموما في حياة الطالب أو في حياة الخريج اللي هي مرحلة ما بعد التخرج. كيف أنت من الممكن بدل ما تجلس حاطيد علي تنتظر الوظيفة، كيف من الممكن تخلي هذه المرحلة لصالحك؟ يعني كيف من الممكن أنك أنت تضيف لنفسك عشان لما تروح بعدين للشركات تكون يعني قد المنافسة، لأنك مثل ما ذكرت يعني عبد الله المنافسة شديدة. طيب يعني هل مثلا كان موضوع الحصول على وظيفة هل كان سهل، ولا بعد محاولات وبعد كم مقابلة عمل انت عملتها بعدين حصلت الفرصة اللي انت تنتظرها؟ والله بالأمانة، عملت كثير من المقابلات. اذا بعد الحمد لله كنت اثناء الدراسة وبعد الدراسة عملت مقابلات وظيفية على مستوى الشركات الحكومية والقطاع الخاص، سواء كانت صغيرة ولا متوسطة او كبيرة. يعني انزين، فاثناء عملية المقابلات نعم في احيانا يعني تشعر بنوعيه من الفشل، يعني انا قدمت اللي علي ولكن يوصلني الرفض، لكن في النهايه ان الله عز وجل ان يرزقك بالافضل الحمد لله رب العالمين. لكن انا كيف دخلت سوق المقابلات وايضا كيف يعني عززت من نفسي هناك في يعني حرب قضعتها مع نفسي وايضا مع الحياه لما وصلت لهذه المقابله او لهذه الوظيفه. يعني الاشياء اللي كنت اقدمها انا اثناء، يعني نصيحه لجميع الطلاب اللي خاصه القاعدين في مقاعد الدراسه، انا انصحهم يدخلوا في داخل خاصه يبدعوا في التخصص مالهم. يعني انا على سبيل المثال في تخصص هندسه القوى الكهربائيه دخلت في شتى المجالات وشتى انواع الانشطه والمسابقات سواء المحليه والعالميه. يعني اذا دخلنا تكلمنا عن المستوى المحلي، يعني حاولت اني استغل تخصصي بكافه الصور. اول شيء من ناحيه الذكاء الاصطناعي، من ناحية حصول على القصة الكهربائية اللي معتمدة من شركات التوزيع، هاي نقطة. هل الأشياء اللي ممكن تعززك أنت كسبان كفرد؟ إنزين، هذا أول شيء. تنمي مهاراتك الداخلية وتشوف شغفك الموجود داخلك أنت كفرد أو كطالب أو كموجود أنت، لأن في كل شخص منا في طاقة مخفية داخله، كيف يستغلها وكيف يخرجها؟ لازم يحارب أول شيء نفسه، ما تطيع نفسك. كلنا نبي الراحة وكلنا نبي الأشياء السهلة، ولكن مع حربك الذاتية والحرب الذاتية اللي تقضعها أنت وتخرج خارج نطاق الراحة، عرف أنك بالنهاية راح تكون متميز عن غيرك. يعني في أشياء قابلناها في أثناء عملية الدراسة اللي كنت الأنشطة الطلابية أو المسابقات الطلابية اللي تعزز سلتك الفرد. أساساً أنت بعد خروجك أو دخولك في الأنشطة الطلابية والمسابقات أنت تحصل على نوعية فردية أو نقلة نوعية أو نفس الوقت تعرف على أشخاص ذو خبرة وكفاءات، دخولك المؤتمرات، تمثيلك في الجامعة، نفس الوقت تقوى لغتك وتشوف مختلف الجنسيات بمختلف الأعمار بمختلف التفكير والنهج اللي يمشوا عليه. هذا أنت أساسا راح تبنى عليه كيف أنت تفكر، حتى إعدادك للسيفي هو بيكون حتى وش نمط تفكيرك أنت كشخص. إذا محدود أنت مثلا في وايد ناس سوى لي سيفي، تعال حط لي سيفي هذا، أو مثلا أنا عندي هالشهادات بس لكن ما أعرف كيف أطبقها في السيفي موجود. أنت كثيرة ذاتية حالك أنت أساسا بعد أنت يعني فرد أو مثلا فرد مجتمعي تكون عندك حصولك على المراكز الأولى على مستوى السلطنة في المسابقات المحلية والعالمية، يزداد حصولك للفرصة الوظيفية. لأن الحين انتهى فترة مثل ما يقولوا عندك معلومات وخلاص، لا الحين باغين بالداء تفكير thinking outstanding، يعني تفكير خارج الصندوق. الابداعات وانها ايضا من ناحيه انت كفرد كيف تنمي تخصصك انت حتى يوم تطلع بسوق العمل. اثناء انا عملت مقابله في احدى الشركات، يعني قال لي انت نحن نباك لكن وش شاغر الوظيفه ما موجود تحت مهتمك، لان حرام نضيع المعلومات اللي عندك والاشياء والشغف اللي عندك بتخصص غير عن تخصصك. صح ان الرد كان ما عجبني صراحه، يعني كنت ابغى اتوظف، يعني بالنهايه كل حد يبغى يتوظف، ولكن هذا جعل مني دافع ثاني لو نفكر بالمنظور الثاني، يعني خلاني ازداد من تخصصي اكثر. ونفس الوقت اسال اي شيء ما تعرفه، اسال كيف احاول، كيف اجرب، كيف اوصل لمثل ذاك الشخص اللي وصل للقمه. فهي هاي الاشياء اللي ممكن انا اقولها، لازم تطالب انت او كخريج استغلها في وقت، لان اساسا يعقب يوم تقدم المقابله انت يجعلك اساسا فريد من نوعك. فريد يعني من نوعك خاصه كمتقدم على الوظيفه. الشركات او المؤسسات الحكوميه خاصه اللي تعمل مقابلات تشوف بيرسوناليتي او شخصيه الشخص المتقدم، هل هو انسان عادي؟ هل هو انسان شغوف؟ هل هو انسان متميز؟ هل هو انسان مثالي؟ طبعا كل شخص يبي انسان مثالي بالنهايه، ولكن كمال الله عز وجل
لكن مثل ما نقول النواقص الموجودة معانا إذا أنت ضعيف في اللغة أو لغتك تقرأ اقرأ سمع إذا أنت عندك نقص في المعلومات أو أنت ضعيف في المعلومات تقرأ اسأل ابحث يعني الأشياء هذه الأشياء تعزز كده كفرد أساساً في تقييمك لدخولك على الوظيفة. صحيح صحيح وهذه هي الأشياء يعني اللي تصنع الفارق مثل ما تذكرت عبد الله. الحين الوضع في سوق العمل تغير مش بس عندك الشهادة الفلانية أو عندك المعدل الفلاني، الموضوع صار يحتاج إنك تبذل جهد أكبر منك في إنك تتعلم مهارات أكثر، لأن سوق العمل صار يعتمد على المهارات بشكل كبير وكيف أنت من الممكن تبرز نفسك وتميز نفسك عن الآخرين. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله عبد الله، ومنك أيضا نصيحة لكل الخريجين ولكل الباحثين عن عمل. بصراحة والله أنصحهم كأخ من أخوه كل طالب منه والله بصراحة اشتغلوا وقسموا الوجود حاليا من استغلال وقت فترة الدراسة والبحث، بس يعني البحث العلمي والمشاركات المحلية والعالمية والموازنة في الدراسة يجعلك شخص فريد من نوعه. أساسا أنت أساسا كفرد مجتمعي أن تشوف عن تفكير المجتمع الموجود معنا، أنت لما تبحث وتطلع على مستوى التلفزيون والإذاعات وعندك مشاريع الخاصة وعندك الابتكارات والمباحث العلمية والمشاركات وأيضا الشهادة العلمية الموجودة معك، هذا يجعلك يعني حصولك فرصة الوظيفية أكثر وأكبر إذا تكلمنا من جانب الوظيفي، ولكن تكلمنا من جانب العلمي راح تكون تقابل ناس ذو خبرة ودكاترة وخبراء ودخل مؤتمرات، وايضا انت تعزز وتنمي مهاراتك انت ايضا حتى ايضا على المستوى الفردي في العائله، انت راح تكون قدوه لاخوتك واخوانك الموجودين على المستوى العائلي وايضا على مستوى المجتمع. هذا اذا تكلمنا من ناحيه الدراسه، ولكن تكلمنا في حياه الخريج احيانا ما في عذر تقول مثلا ما عندي وقت او ما عندي فرصه اني ابحث واقرا. ابحث اسال في كورسات في وظائف على مستوى الإلكتروني أونلاين، حتى أحصل على وظيفة مثلا حتى لو باطل 150 ريال 300 ريال ابحث ادخل. لما أنت شوف يعني يشوفك شخص سبحان الله تسعى في هذا العمل الله يفتح عليك أبواب أخرى. أنا صراحة ما حصلت على الوظيفة هاي بسهل، يعني دخلت بعدة مراحل ودخلت وتوظفت حتى راتب على 150 ريال. صح أني توظفت على راتب 150 ريال وتعبت وصبرت، لكن بالنهاية الله يعني نال إنسان عدد صبره، يعني إنما مع العسر يسرى إنما مع العسر يسرى، يعني بالنهاية الله يسهل لك الأمور وإن شاء الله أنت لها جاهد بس تستعد انطلق وإن شاء الله الله يكون وياك أكيد. ويقولوا عبد الله يعني من يصبر ينول. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا لك عبد الله بن محمد البلوشي خريج من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص، متمنين لك إن شاء الله مزيد من التوفيق والتقدم في قادم عملك ومسيرتك المهنية. شكرا عبد الله. شكرا. 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 شكرا.